توجد ورش للصحة والخدمات والتربية والثقافة والكهرباء والماء والمجاري وكذلك البيئة. المؤشرات المستعرضة هي مؤشرات جميع الأنشطة الاقتصادية. يعني هذا الوركشوب كلش جيد لتطوير منطقة السيسايد. بالإضافة إلى أنه حسنت الواقع المعاشي للمستفيدين. دورة تدريبية استمرت لمدة 5 أيام وشارك فيها إخوة من العراق الشقيق من مختلف الدوائر الحكومية. مار فيها هو أساس التنمية البشرية لأنها تعطي الفرصة والقابلية لكل الحاضرين والقائمين. تطوير القطاعات الاقتصادية وخاصة من العنصر النسائي. لأن هذا تواصل بين المواطنين الأكثر تماس والخدمات مع المسؤولين المحليين. جديدة يشارك فيها المواطن في صنع القرار أو في التخطيط لمنطقته المحلية. نعتبرها بذرة أولية وإن شاء الله نتمنى أن تستمر هذه الورش. برنامج التنمية المحلية هو برنامج تشترك فيه 7 من وكالات الأمم المتحدة مع وزارة التخطيط والتعاون الإلمالي العراقي بميزانية قدرها 32.3 مليون دولار أمريكي مولة من الاتحاد الأوروبي والوكالة السويدية للتعاون الدولية على مدار 24 شهراً. يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، منظمة العمل الدولية، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، منظمة الصحة العالمية، منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بتنفيذ البرنامج في منطقة الأهوار ومحافظتي بابل والسليمانية. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو المنسق العام لبرنامج التنمية المحلية والجهة المسؤولة عن التنسيق وإدارة نشاطات منطقة الجنوب. وتقوم منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بإدارة وتنسيق منطقة الوسط ومنظمتي العمل الدولية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالإدارة والتنسيق في منطقة الشمال. هدف البرنامج تصميم وتنفيذ مجموعة كبيرة من الأنشطة التنموية المحلية لتعزيز قدرة السلطات المحلية وإعداد خطط التنمية المحلية وتحفيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وبناء المهارات المهنية ودعم البنية التحتية المادية والاجتماعية، ويهدف أيضا إلى تطوير قدرات الحكومة المحلية لتقديم خدمات أكثر فعالية. الخطة هي معدة وفق الدراسة العلمية الصحيحة لإعداد الخطط الاستراتيجية التنموية الوطنية أو المحلية. خلال عملية التخطيط فقط أن نتعرف على أهم احتياجات المنطقة ومقومات نجاح أي مشروع في تلك المنطقة، وبدون عملية التخطيط أعتقد أن عملية التنمية الاقتصادية لن تكون حقيقية ولن تكون ناجحة. وجود المشاكل في معظم القطاعات المختلفة والحاجة إلى التحليل المتعدد الأبعاد والخبرات المحلية وغير المحلية دعا إلى تعاون وكالات برنامج التنمية المحلية في التطوير المشترك لمنهج التخطيط الشامل والمتعدد للقطاعات والذي يراعي الفوارق بين الجنسين لتحقيق التنمية الاقتصادية. موظفو ومستشارو منظمات الأمم المتحدة يعملون عن كثب مع اللجنة التوجيهية الوطنية المسؤولة عن التوجيه الاستراتيجي ومراقبة تصميم وتنفيذ البرنامج واللجان التوجيهية المحلية لإعداد وتطوير خطط المناطق، علما أن إنشاء هذه اللجان يؤسس قاعدة للتنسيق وتبادل المعلومات مع الحكومة وموظفيها. لأول مرة يحدث العراق أنه الخطط تعد بعملية تشاركية من قبل كل المعنيين، السكان، منظمات المجتمع المدني، المساجد، وجهاء المنطقة. تالي القرار مشترك يكون بين المواطن وبين الحكومة عكس ما كان يقر سابقا. اعتمدت عملية التخطيط التنموي التي يدعمها برنامج التنمية المحلية على تحديد الاحتياجات الأكثر أهمية في المجتمعات المحلية، عمل ملخص لكل منطقة وجمع بيانات عن القطاعات المختلفة، الحوار بين المجتمع المدني والحكومة حول أهم الاحتياجات والمشاريع والاستراتيجيات الملائمة، وضع استراتيجيات ومشاريع للإنعاش الاقتصادي والنظر في المسائل المتشعبة، عرض الخطط على الجمهور. عملية التخطيط
تمر بعدد من الورش، والغاية من هذه الورش هو تحديد مجموعة من المعلومات الأساسية في عملية التخطيط. هذه المعلومات تلخص في تحديد رؤى تنموية للمناطق المستهدفة وتحديد الاحتياجات الأكثر أهمية للمجتمعات المحلية في المناطق المستهدفة وفي كل قطاع من القطاعات التنموية، ووضع الاستراتيجيات والاحتياجات الأكثر أهمية في كل قطاع بالتشاور مع الحكومات المحلية، وأخيراً تحديد المشاريع ذات الأهمية والأولوية التي تستجيب لهذه الاحتياجات في هذه المناطق. يمكن للحكومة والجهات المانحة والمنظمات الغير حكومية والمجتمعات المحلية استخدام الموارد المتاحة لعملية التنمية لكل منطقة. تم اعتماد تقنية التحليل المكاني في عملية التخطيط في تحديد المشاكل والحلول المقترحة والمشاريع التي تخص المناطق المستهدفة. لقد تم من خلال برنامج التنمية المحلية استخدام تقنية التحليل المكاني ونظم المعلومات الجغرافية من خلال إدخال الخرائط الرقمية في ديجيتال مابس، وكانت هذه أول تجربة قمنا بممارستها لكي يتم وضع أو استبيان صورة أفضل للوضع الحالي. بلغ مجمل عدد المشاركين في ورشات التخطيط 857 وبمشاركة 236 امرأة، وبلغ عدد المشاركين في ورشات التخطيط المستهدفة لمنطقة الأهوار 536 من بينهم 60 امرأة. للمشاريع السريعة كان الأثر الكبير على تحسين الأوضاع المعيشية وإيجاد فرص عمل جديدة وإعادة تأهيل البنية التحتية، وشملت المناطق المستهدفة من بينها منطقتي سيد صادق وشهر زورة. لشارشوي برنامج الانتبي رخراوي و انتبي كاري كردوا لسر چوار سكتري سركي كان رولكي جرينجان هبو لبوجان نوي جرخاني أبوري هردو نوچي سيسايق و شهر زور سكترانش سكتري أو آورو كاربا كشتوكالو كالتورا. بلغ العدد الأدنى من المشاريع حتى الآن 120 مشروع، وعدد المستفيدين المباشرين 40,272، والمستفيدين الغير مباشرين 3,041,850، وعدد العاملين 3,572 من بينهم 241 امرأة. ومن نشاطات البرنامج عملت وكالات الأمم المتحدة على عقد مجموعة من دورات التدريب وبناء القدرات، كل وكالة وفقا لمجال خبرتها وتخصصها. مثال على هذه الدورات، تم عقد دورة تدريبية حول إدارة الموارد الطبيعية والبيئية مستهدفة مجموعة من المخططين المحليين في العراق. الفعالية التي قام بها مركز الملك راني العبدالله لعلوم وتكنولوجيا البيئة في جامعة علوم والتكنولوجيا الأردنية، حيث قام بعقد دورة تدريبية في مجال إدارة الموارد البيئية والطبيعية للإخوة المخططين من العراق الشقيق. محاضرات شيقة وعدت بدراسة جيدة، ولا بد من أخذها بنظر الاعتبار في مجال التخصص في بلد العراق. وكان لوضع نظام المتابعة والتقييم الدور الرئيسي في استخراج الدروس المستفيدة وزيادة الشفافية على مساهمات البرنامج. المراقبة والإشراف وتقييم الأداء أعتقد هي من أولويات عملنا في مجلس المحافظة وحتى في باقي الهيئات الرقابية اللي موجودة بالمحافظة. لتحقيق الانتعاش الاقتصادي دعم برنامج التنمية المحلية غرف التجارة والصناعة في المناطق المستهدفة لتحسين خدمات الأعمال في المجتمع المحلي عن طريق إنشاء وتطوير مراكز للمعلومات. المركز المعلومات والاستشارات التجارية، ويعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع البرنامج التنمية المحلية التي تقدم الاستشارات للذي يبدأون بالعمل من الشباب والرجال الأعمال والسيدات الأعمال. وكذلك صندوق دعم المشاريع الصغيرة لتقديم الدعم ل 1200 مشروع من المشاريع الجديدة أو القديمة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية. البرنامج نجح في عقد مجموعة من الشراكات الدولية والمحلية ساهمت بدعم قدرات منظمات المجتمع المدني واكتساب خبرات جديدة
وتم التعاون مع مجموعة من الجامعات العراقية والأردنية، وكذلك التعاقد مع منظمة الفيلق الطبي الدولي والمعهد العراقي على تنفيذ مجموعة من البرامج المجتمعية في المناطق المستهدفة. مركز أشتار النسوي الذي يضم أقسام متعددة، منها صالون نسائي متخصص، مركز رشاقة، انترنت نسائي خاص، انترنت عام، وكذلك كافتيريا. وضمن إنجازات برنامج التنمية المحلية تم بناء نظام إدارة المعلومات لخدمة البرنامج. هذا النظام يوفر المساعدة في تيسير عملية الاتصال وتشارك المعلومات بين الشركاء وتوثيق جميع الأنشطة المتعلقة بالبرنامج. تم تصميم وتنفيذ البرنامج من قبل خبرات عراقية خالصة وبإشراف كادر الأمم المتحدة الإنمائي. تم تطوير استراتيجيات متعددة للاتصال ومنتجات إعلامية مختلفة. برنامج التنمية المحلية صمم وخطط ونفذ من قبل العراقيين من خلال تبني مختلف شرائح المجتمع العراقي وقيادته، وحث على المشاركة والتفاعل بينهما وتعميق معاني المسؤولية والمواطنة. وتم التنسيق بين 7 منظمات تخدم البرنامج وتقدم الدعم والمشورة كفريق واحد للسلطات المحلية. كانت نسبة التعهدات التي التزم بها البرنامج 83% من إجمالي قيمة البرنامج، وتم إنفاق 25,161,178 دولار أمريكي حتى نهاية شهر أيلول 2009. المهم في هذه المرحلة أن يقوم فريق برنامج التنمية المحلية مراجعة الدروس المستفيدة مع نظائرهم العراقيين والاتفاق على مأسسة عملية التخطيط للمحافظات والنواحي عن طريق التشاور مع المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم من العراقيين المعنيين. هكذا بدأ نهر الخير من جديد عندما شارك عدد كبير من العراقيين في بناء مجتمع عراقي متحضر هدفه الأساس خدمة الصالح العام.